أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد اليمني، نناقش فيها وضع المرأة اليمنية مع الحرب الدائرة في اليمن والتي عانت الكثير منها، فضلا عن النزوح والتشرد والحصار وافتقاد السكن والعائلة. عام آخر من الحرب التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني لم تستثني فيها رجلا أو امرأة، لم يتغير فيها حال النساء عن العام الذي سبقه من حيث تعرضهن للانتهاكات المختلفة من اعتداءات على يد المسلحين الحوثيين ومحاولة اختطاف وقتل وتهجير، ورغم صرخاتهن ومناشدتهن للضمير العالمي لحمايتهن إلا أنه لا يزال ذلك الضمير غائبا. عام آخر من الحرب على تعز لم تقتصر على الرجال فحسب، بل كان للمرأة نصيب أكبر منها، منهن من قتلت أو أصيبت أو هجرت، وأخريات فقدن أقارب لهن وتعرضن لانتهاكات لا حدود لها، حيث تشير آخر الإحصائيات التي نشرها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى مقتل 600 امرأة برصاص الحوثيين وقوات صالح المتمردة، وإصابة 3092 امرأة في مختلف محافظات اليمن، كان لتعز النصيب الأكبر منها. مستشفى الروضة، ضحايا النساء جراء قصف جماعة الحوثي وقوات صالح، عدد القتلى 85 قتيلة، عدد الجرحى 296. مستشفى كرامة 10 جريحات، المظفر 67 جريحة، مستشفى البريهي 26 جريحة، المصراخ والمعافر 4 قتيلات و6 جريحات، إجمالي القتيلات 97 وإجمالي الجريحات 675. شبكة الراصدين المحليين في تعز وفي مؤتمر صحفي لها كشفت عن تعرض النساء في المحافظة لانتهاكات حقوق الإنسان بكافة أنواعها وبصورة غير مسبوقة، أبرزها مقتل وإصابة أكثر من 700 امرأة. كانت الحرب في مشرع وحدنان ب 15/7 وانتهت في 20/8، عدد الشهداء 117 شهيد. تعرضنا لانتهاكات من قبل الحوثي بسبب محاصرته للمنطقة. إحنا النساء في دورنا عملنا على توفير الغذاء ونقلها إلى الجبهات للمقاومة. الرصاص ونار الأسلحة لم تصل إلى الرجال فحسب، لكنها وصلت إلى النساء أيضا، كما أن الانتهاكات الجسدية والنفسية طالت النساء وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، فقد تم الاعتداء على أمهات المختطفين في وقفاتهن الاحتجاجية أكثر من مرة، وتم ملاحقة الناشطات في أمانة العاصمة وإب وغيرهن من المدن اليمنية. جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لم تطل الرجال فحسب، بل طالت النساء أيضا، وهن أكثر من دفع الثمن في مدينة تتعرض للقتل والحصار منذ أكثر من عامين. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز. أيها الإخوة، نرحب معنا في استوديو البرنامج بالإعلامية والناشطة الحقوقية الأستاذة عبير بدر. مرحبا بك معنا أستاذ عبير. حياك أستاذ. أيضا أيها الإخوة، نرحب من تعز بضيفتنا الأستاذة إشراقة المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة، وأبدأ حواري هنا مع ضيفتي الإعلامية الأستاذة عبير. أستاذ عبير، جديد الترحيب بك. و سمعنا أرقام في التقرير قبل قليل، يعني هل متعليق على هذه الأرقام؟ طبعا الأرقام هذه فقط لتعز لوحده،
هناك أرقام مهولة لو يتم حصرها بالنسبة للجمهورية بشكل عام بالنسبة للانتهاكات ضد المرأة والعنف الموجه خلال فترة الحرب. المرأة اليمنية كائن ضعيف ليس بيده سوى أن يطالب بالتغيير إلى العدالة والأمن. ونلاحظ نحن أنه الأرقام الموجودة 3090 أو 3000 تقريبا ومئة تقريبا في هذه في تعز وقت إصابات فقط, هذه فقط في تعز إصابات وإصابات بعضها عن صنعاء بعضها يعني بتر أعضاء وبعضها يعني شاهدنا في التقرير يعني صور بشعة حقيقة ومؤلمة على الأقل يعني فعلا صحيح. هناك القتل أيضا المتعمد بالنسبة للنساء بالقنص. هناك الإصابة الغير مباشرة لهن من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية من قبل الميليشيات الحوثية وأعوان المخلوع, وبالتالي تصاب المرأة وهي آمنة في بيتها هي وأبنائها. طيب اسمحي لي أستاذ أنتقل للأستاذة إشراقة. أستاذة إشراقة يعني وأنت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة في تعز تحديدا, يعني هل لديك أرقام أخرى, لديك أيضا صورة أخرى غير موردة في تقريرنا عن وضع المرأة في تعز أثناء الحرب؟ ربما نموذج من نماذج وضع النساء أثناء الحرب في العامين 2015 و2016, وربما هو يكون المشهد الأكثر مأساوية نتيجة لتنوع الانتهاكات. في محافظات يوجد بها نوع أو نوعين من الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, لكن ربما في هذه المحافظة تعدد أو تنوع تلك الانتهاكات. لكن لا يختلف حال النساء في عموم اليمن من تأثير الحرب على أوضاعهن وحقوقهن العامة, لا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية. هذا الحق الذي يعتبر الحق الأصيل لحقوق الإنسان كافة, النساء والرجال والأطفال ودون أي تمييز. الكثير كان يتوقع بأن النساء هن الأكثر تضرراً أو الأكثر أو عفواً الأقل تضرراً بحكم بأنها ليست مشاركة في الحرب, بحكم أنها متواجدة في أماكن أكثر خصوصية وأكثر أمان. لكن الحرب في اليمن باعتقادي من أظهرت شكل آخر بأن النساء هن الأكثر ضحايا, لا سيما مع الحرب عندما حاولت النساء حماية أسرهن أو الخروج للشارع بدلا من الرجال أن يتعرضوا لعملية الاعتقال وعملية الاختطاف. اضطرت الكثير من النساء للخروج والعمل في الشارع والمشهد العام أكثر من الحرب, وبالتالي ظهور صور جديدة ومختلفة من الانتهاكات. اللجنة لديها من ضمن رؤيتها ومنهجيتها في مسألة النظرة أيضا لحقوق النساء, وهذا ما تحرص عليه أيضا في بياناتها الصحفية الشهرية. تشير إلى عدد الضحايا من النساء سواء من القتلى أو من الجرحى أو المتأثرات من عملية الحصار أو من ضحايا الغام, وأخيرا الجرائم الجديدة وهي مسألة التهجير القسري للعدد من السكان في مديريات وقرى عدة في مختلف المحافظات, لا سيما في البيضاء, في ضالع, في منطقة مريس, في منطقة دمت, في أيضا مديريات الريفية في محافظة هل لديكم مثل الوازعية مثل التنزية. نعم أستاذة إشراقة, هل لديكم أرقام أيضا إحصائيات من المحافظات الأخرى غير تعز طبعا؟ نعم, كما ذكرت اللجنة لا تعمل في محافظة تعز فقط, هي تعمل في المحافظات جميعا, في جميع محافظات الجمهورية, وراصديها يقومون بعملية رصد الانتهاكات لتطال حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق النساء. لا سيما التركيز في هذه اللحظة مع وجود حملة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة, هذه الحملة التي تذكر بأن النساء في العالم يحظين باهتمام ورعاية, وبالتالي يجب التركيز على ما يطال النساء في اليمن. لدينا أرقام يعني نهاية هذا الشهر بإذن الله في نهاية نوفمبر احنا شهريا نقدم تقرير صحفي وبيان صحفي يوضح عدد ما وصل إليه أعمال اللجنة من حيث الرصد ومن حيث التحقيق والتركيز على الفئات المستضعفة أو الفئات المتعرض للتمييز. جيد, بس ملامح تقريركم السابق, ما أبرز ملامح هذا التقرير أو النقاط التي ظهرت في هذا التقرير أبرزها فيما يتعلق بالمرأة؟
تقريرنا أو بياننا الصحفي الشهر الماضي أوضح أن عدد بالنسبة فيما يتعلق في موضوع النساء بأن هناك منهجيات انتهاكات حقوق الإنسان طالت النساء، يعني وضح بأن هناك نساء كنا قمنا بأعمال حرفية وأعمال متواجدات في أعمال الرعي وأعمال التنقل، وتعرضنا لوجود ألغام وانفجار ألغام بهن أدى إلى وجود ضحايا وبتر الأطراف وإصابات بالغة، أشار هذا التقرير لهذه الوجود هذه الانتهاكات. أمر آخر التقرير أيضا وضح تأثير حجم الحصار على النساء وتأثيره في مسألة قدرتهن على مسألة الحصول على الرعاية والحصول على الغذاء وما إلى ذلك. نعم أستاذة عبير، هل غطيتم هذا التقرير؟ هل تتبعوا هذه التقارير تحدث عن المرأة؟ يعني كيف تناولها الإعلام؟ هل يعني خدمت بشكل جيد يعني؟ فعلا تم تناول مثل هذه التقارير في الإعلام اليمني التابع للشرعية، وتم حصر عدد من الأرقام لتعز بالنسبة للقتل، قتل النساء بالنسبة لإصابتهم إصابة النساء، أيضا بالنسبة للنساء المحتجزات بالنسبة لسجون الميليشيات واحتجاز تعسفي كان ودون الرجوع إلى القانون، أيضا النساء اللي أصيبنا توفينا خلال فترة الحرب ولم يتحصلنا على الرعاية الصحية، ناهيك عن عدم حصولهم على التعليم، والنساء التي تم نزوحهم من أو تهجيرهم قسريا من تعز أو بعض مديريات تعز إلى محافظات أخرى أو إلى مديريات أخرى. تم حصر هذه الـ الانتهاكات بالنسبة للمرأة والطفل أيضا، لأن المرأة والطفل هما الكائنان الأضعف في المجتمع والذي دائما يكونوا أكثر تضرر بالنسبة للحروب والمشاكل الموجودة في أي التقرير ذكر مكتب. أستاذ عبير ذكر التقرير أنه كثير من النساء ضحايا ليس لهن علاقة بالحرب، يعني لم يدخلن مساحة الحرب وإنما كنا في الرعي في الزراعة في عمل العمل اليومي المنزل الخاص بالأسرة في المستشفيات بعيد، فتعرضنا لهذه المشكلة. هل الإعلام فعلا قدم صورة المرأة البعيدة عن هذه المعركة التي طالها هذا الأذى الآن؟ قدمت الصورة بشكل حتى جيد. الآن الإعلام لم يستطع تقديم الصورة الحقيقية من أرض الواقع من اليمن. ما زال إعلامنا فيه بعض القصور بالنسبة أو يواجه معوقات ومشكلات تواجهها بشكل كبير بالضبط، خصوصا أيه؟ الإعلام الموجود في داخل المملكة لم يستطع التغطية المباشرة للأحداث الموجودة على الأرض، بعض منها تم تغطيته، إنما التقارير التي تصل من خلال الجهات المسؤولة وجهات الرصد والحقوقية يتم تغطيته ويتم تناوله في البرامج وبشكل تقارير ومن خلال الأخبار أيضا. دعني أسأل الأستاذ إشراق عن موضوع الجانب الحقوقي. أستاذ إشراق، يعني رصد هذه القضايا وتدوينها وطبعا التعامل معها قانونيا، هل لديكم يعني ملف بهذا وماذا في هذا الملف؟ يعني اللجنة أعمالها فيما يخص اللي هو الملفات القانونية، نحن نأمل بأن يكون عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرصد أكثر مهنية وأكثر حرفية، يساعد اللجنة في مسألة قراءة الملفات هذه القانونية وعكسها بعد ذلك في عملية المراجعة والتقييم لهذه الملفات ومن ثم التحقيق فيها. بالتالي مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية بشكل عام، سواء التقارير العامة أو التقارير النوعية المتعلقة بحقوق الطفل أو متعلقة بحقوق المرأة أو المهمشين أو ضحايا الألغام، أي كان موضوع حقوق الإنسان، هذه التقارير هي رافد لأعمال اللجنة، لكن اللجنة لديها آليتها المباشرة التي تعتمد عليها في مسألة أولا عملية تقصي وجمع المعلومات وصولا إلى عملية اكتمال ملف رصدي متكامل،
ثم البدء في مسألة التحقيق المباشر والنزول إلى مواقع الانتهاكات ومقابلة الضحايا. لكن كما ذكرت نحن نرحب دائما فيما تقوم به منظمات المجتمع المدني اللي هي تعتبر مكمل لأعمال المؤسسات. هل لها حضور معكم؟ هل لها حضور معكم السادة؟ هل لها حضور معكم المنظمات الدولية هذا فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية؟ منظمات عدة يوجد لديها حضور كبير. كثير منظمات المجتمع المدني لا سيما التي عملت في ظل الحرب، يعني يوجد منظمات ظهرت بشكل قوي وتحترم في أثناء الحرب، تقوم بعملية أو قامت بإرسال ملفات مكتملة لضحايا مع بياناتهم مع كل الوثائق المرتبطة بالأعمال الرصدية. كانوا جدا يعني كرماء ومتجاوبين بإرسال هذه الملفات. ما زلنا إلى في انتظار إلى أين أرسلت؟ عدد أكبر وعدد آخر. إلى أين أرسلت السادة شراخة؟ إلى أين أرسلت هذه الملفات؟ إلى من؟ هذه الملفات تم استلامها استلام نوعين، طبعا استلام رسمي بملفات يدوية ومذكرات رسمية إلى اللجنة، ملفات أخرى وتقارير إلكترونية تم وصولها أيضا الإيميل الرسمي للجنة وموقع اللجنة. تم عملية يعني فرز لهذه الملفات وتفحص لها ما هو مكتمل وما هو غير مكتمل. تم بعد ذلك عمل مذكرات للمنظمات المجتمع المدني التي قامت بإرسال هذه الملفات باستفسارات هذه المنظمات عن الأوراق الغير مكتملة، إمكانية إيصالنا أو ربطنا بالضحايا الذين قاموا بعملية الشكاوى وقدموا شكاوى لهذه المنظمات. بالتالي أعتقد عمل كبير قطعنا فيه شوط فيما يتعلق منظمات المجتمع المدني التي قدمت هذه الملفات المكتملة، وبانتظار كما ذكرت المنظمات الأخرى التي ما تزال لم تقدم ولديها كثير من أعمال الرصد. لكن كما ذكرت عملنا الرئيسي المباشر هو عمل اللجنة وفريقها وموظفيها المباشرين، لكن هذا العمل مهم. وكما قرار إنشاء اللجنة أشار إلى أهمية التعاون وأهمية العمل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها أيضا من المؤسسات سواء الأمنية أو الضبطية أو التنفيذية أيضا التي لديها كل ما هو يفيد لمصلحة الضحايا. ملفاتكم فيها أسماء جنات؟ بالتأكيد النتيجة التي يجب أن يحصل عليها بالنهاية التقرير أو اللجنة في نهاية عملها هو صدور تقرير توضيحي أو تفصيلي يسلم إلى رئيس الجمهورية بقائمة بالمتسببين أو قائمة بالجنات إضافة إلى قائمة بالضحايا، فهذه ضمن نتائج أعمال اللجنة بإذن الله. نعم استاذة عبير، يعني موضع المرأة التي ما زالت يعني سليمة الآن وفي وضعها الأسري بحاجة إلى من ينبهها لما في الأرض من الموت، الأرض ملغمة الآن في مناطق يعني تعرض إلى قصف، هي بحاجة فعلا إلى من يقودها في هذه المسارات الآمنة. المرأة التي تعرضت للإصابة هي أيضا بحاجة إلى يد تنتشلها من هذه التي فقدت القريب، والذين ذكروا الأرقام يعني فقدنا أقرباء وعائلين، ويعني هناك صور حقيقة متعددة لوضع المرأة المأسوي في المشهد اليمني بشكل كبير. نعم. الدور الآن الدور الثقافي والإعلامي والمنظمات الآن فعلا في انتشالها من هذه المأساة وبالتالي نقل هذه الصورة للعالم الآن. فعلا نحن بحاجة إنه الوزارات أولا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن تكون فاعلة على الأرض. هي الآن مجمدة، لا تعمل شيء للمجتمع اليمني والمجتمع في أمس الحاجة للنشاط. من هنا يعني نطالب بأنه يكون في تفعيل لدور وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تنظيم عمل الجمعيات، تنظيم دورات، عمل جروبات في كافة المجالات تخدم المجتمع، خصوصا كما أشرت أنه المجتمع بحاجة إلى الآن من يوعيه بالمخاطر المحدقة به. صحيح. خصوصا والمرأة هي الكائن التي يجهل كيف التعامل مع السلاح، مع الألغام الموجودة الآن على الأرض، بعض المقذوفات التي قد تكون متواجدة على الطرقات. صحيح. وأبناؤها أيضا، توعية الأم لأبنائها وهي أساس المنزل، خصوصا وأن الرجل في جبهات القتال غير موجود، الركيزة الأساسية أصبحت هي المرأة في البيت تعمل على توعية أبنائها، الحفاظ عليهم، الحفاظ على نفسها، ومع عدم وجود هذه التوعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة الإعلام
لأنه دور وزارة الإعلام بأن تنشر الوعي قبل كل شيء. فنشر الإعلام، نشر التوعية للمرأة وللأسرة مهم بالنسبة لوسائل الإعلام. إعلامنا الآن أصبح إعلام مقاومة فقط، كيف يحفز المقاومة بالوقوف صف واحد إلى جانب الجيش الوطني لمواجهة العدو. يعني الإعلام استطعنا مثلا يحيد المرأة وربة الأسرة وربة البيت وأم الأطفال أن تبتعد عن هذه المناطق، وهي هدف من الأهداف حقيقة في هذا الجانب. دعيني أنتقل للأستاذة إشراقة. أستاذة إشراقة، يعني في تعز أيضا النسوة عبرنا أيضا، اجتمعنا وعبرنا أيضا في شيء من الوقفات الاحتجاجية أو إبراز مأساتهن، يعني إلى أي مدى مثل هذه الصور أيضا قدمت مأساة المرأة في الأزمة اليمنية الآن؟ أعتقد كما ذكرت يعني الحرب هذه كانت الصورة الأبشع والصورة الأقسى والأكثر دموية هي المرأة في محافظة تعز. في اعتقادي أنه كثير من المبادرات النسوية والمبادرات العامة التي انخرطت فيها كثير من النساء، حاولنا إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى أيضا الحكومة، إلى المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما العاملة في حماية حقوق النساء. هذه المحاولة حقيقة كانت محاولات إيجابية، لكن ربما لم يظهر حتى هذه اللحظة أثر هذه المحاولات. كان في أعمال بالفعل تظاهرية، كان في عبارة عن رسائل، عن مكاتبات، عبارة عن هاشتاجات مثل هذه. يعني في اعتقادي أنه تعمل أو تساعد في مسألة رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الحديث عن ما يطاله من انتهاكات. أمر آخر وهي نتيجة إيجابية أيضا، تشجيع النساء على البوح والحديث عن ما طالهن من عمليات عنف وممارسات ممنهجة، الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه في ظل الحرب، لا سيما مسائل الحصار، مسائل الفقر أيضا، انعدام الوظائف، يعني قضايا أخرى، ولا سيما أيضا موضوع النزوح. يعني في محافظات عدة الغالبية النازحين كانوا من النساء المتواجدة، يعني انتقلنا إلى مناطق أخرى خارج مناطقهن، أو يعني أجبرنا على الخروج من منازلهن. المنزل الذي يعد بالنسبة للمرأة هو المكان الحامي والآمن والوطن الذي تراه وترى صعوبة في مسألة الخروج منه أو التفريط به، ومع هذا اضطرت إلى الخروج في ظل هذه الحرب التي زادت الآن أو عن العامين. مثل هذه كما ذكرت، هذه الصور الحية لمحاولات النساء في عموم اليمن إيصال رسالة بأوضاعهن العامة، الحقوق التي مست، الحقوق المدنية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، كثير من الحقوق اللي كنا نعتقد بأنها محمية تعرضت لكثير من الخرق والانتهاكات. نعم، ماذا تريد المرأة الآن من الحكومة الشرعية الآن والجهات الرسمية ذات العلاقة بالمرأة الآن؟ أولويات هذه الأشياء الآن؟ في اعتقادي هي الأولويات ربما ليست حديثة، هي الأولويات يعني منذ عقود فيما يخص موضوع المرأة في الجمهورية اليمنية، ولهذا ربما لا في ظل هذه الأزمة، في ظل الأزمة سادة، ربما تقرير 2010 سادة إشراقة، لا أقصد في ظل هذه الأزمة الآن، يعني ترتيب الأولويات تحت يعني ضغط هذه الأزمة ومناخ هذه الأزمة. في اعتقادي أن أول الأولويات المطلوبة هي من الحكومة ومن المؤسسات أيضا، منظمات المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية، هي الإيقاف أو الحد ومنع هذه الانتهاكات التي مستمرة بشكل يومي تتعرض له النساء، والمساس بحياتهن وكرامتهن. إذن الحق في الحياة هو أول مطلب من المطالب النساء ومطالب الإنسان بشكل عام، فما بالك بالنساء. المطالب ربما الذي طرأت في الحرب كما ذكرت هي مسألة الماء والغذاء والخدمات الاجتماعية التي تدهورت، أيضا حماية النازحات وتوفير سبل الحياة لهن بشكل أكبر. هذه من المتطلبات والاحتياجات التي باعتقاد يمكن أن تدخل فيها الحكومة والشرعية في مسألة معالجة الكثير من أوضاع النساء النازحات. كما ذكرت، رفض المؤسسات الطبية أو المستشفيات
بكثير من الإمكانات تساعد النساء في الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما في المحافظات كمثال مأرب والبيضاء وتعز، هذه المحافظات التي ما تزال الحرب مستمرة. هذه المحافظات ربما غالبية أقسام النساء والولادة تم تعطيلها أو غير متواجدة، بالتالي من ضمن المطالب الحالية هو حصولهن على الحق في الرعاية الصحية والأمومة والطفولة. نعم أستاذة عبير، يعني تريد أن تضيفي إلى يعني ما تريده المرأة في هذه، حتى على المستوى الإعلامي، يعني ما الذي تريد أيضا حتى من الإعلام، ما الذي تريد أيضا من وزير الصحة، ما الذي تريد من القطاعات الحكومية، من المجتمع نفسه؟ يعني إذا فعلا المرأة محتاجة الآن إلى أنه تقام لبعض الدعم النفسي لمقاومة ما واجهته من عنف من خلال الخوف اللي عاشت فيه في الحرب، من خلال كمان المسؤولية الكبيرة التي تحملته ومواجهته لل يعني ايش ممكن نسمي مواجهته لبعض الميليشيات وهي تسير في الطرقات، مواجهته لل يعني بعض المواقف وهي تشاهد الدماء في الأرض الأشلاء، خصوصا لو حطت بعض المقذوفات في المنزل. المرأة التي تنجو من هذه الحادثة محتاجة إلى دعم نفسي كبير. صحيح صحيح. إضافة إلى ذلك النساء الآن كما أشارت النازحات، بعضهم معلمات، بعضهم طبيبات، هم بحاجة إلى أنهم يمارسوا مهنتهم. للمجتمع الصغير الذي هم موجودين فيه، في البيئة النازحة الذي هم موجودين فيه، لا يمارسون الآن في الأماكن النزوح، الآن لا يمارسون هذا العمل الآن، لا تستطيع أن تمارس. إذا كانت هي مدرسة في تعز وانتقلت مثلا إلى عدن، لا تستطيع أن تمارس. داخل النازحين، يعني هل تقوم بخدمات النازحين هي؟ هنا دور المنظمات في أن تبدأ تعمل ورش عمل، بحيث أن تستطيع هذه المدرسة، هذه الطبيبة، هذه القابلة أن تؤدي دور الخدمي للمجتمع، مجتمع النازح الذي هم يعيشون فيه. بهذا الشكل نستطيع أن نخدم بعض. نعم. نقدم المعونة لبعض. سأعود لك بس في دقيقة واحدة قبل أن أختم مع ضيفتي مع الأستاذ إشراقة، في دقيقة أستاذ إشراقة، يعني كيف من تريد أن تتواصل معكم مع هذه المنظمات، كيف تتواصل معكم؟ يعني بالنسبة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، لديها عدد من آليات التواصل. أولا كما ذكرنا الراصدين المتواجدين في عموم محافظة الجمهورية ومعروفون لدى هذه المنظمات، بالإمكان منظمات المجتمع المدني وبالإمكان أيضا الضحايا والنساء تقديم البلاغات لهؤلاء. أيضا هناك موقع إلكتروني للجنة باستطاعة هذه هؤلاء الضحايا أو المنظمات، أيضا منظمات المجتمع المدني، عملية التواصل وتقديم الشكاوى عبر هذا الموقع. أمر آخر، مقر اللجنة أو المقر الرئيسي للجنة هو في العاصمة المؤقتة عدن. بإمكان أيضا أن تقوم منظمات والأشخاص والأفراد أو من ينوبهم بالوصول وتقديم هذه الشكاوى والبلاغات والتقارير وما إلى ذلك. مقر آخر أو مبنى آخر لنا حاليا في محافظة تعز، أيضا بإمكان أيضا الضحايا وبإمكان سواء النساء أو الأطفال أو الرجال، كافة الضحايا من المدنيين الوصول أيضا إلى المبنى وتقديم شكاوى إلى سكرتاريات الفريق الإداري المتواجد في العمل. نعم شكرا لك أستاذ أشراق. ختم هنا حقيقة، بقي معي دقيقة أيضا للأستاذ عبير. ما الذي نحتاجه الآن كإعلاميين، وأنت إعلامية وتحمل الرسالة الآن حقيقة للمجتمع اليمني كل في هذه الأزمة أو للمرأة الآن، ما الذي يحتاجه الإعلام الآن ليزيد من جرعات وصوله إلى المرأة ويرفع حقيقة أو يساهم في معاناتها، يرفع المعاناة عنها الآن؟ محتاج أن يكون على أرض الواقع، أرض المعركة، يكون داخل اليمن، موجود يعني موجود في اليمن حتى يستطيع أن يغطي التغطية التي تخدم الإعلام وتخدم المجتمع، بحيث يعطي الرسالة الإيجابية والرسالة السلبية بشكل صحيح. إنما أن يكون الإعلام خارج الوطن، والرسائل الإعلامية لا نستطيع أن نستقبلها من الوطن. صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ عبير، شكرا كنت معنا في هذه الحلقة. إذا أيها الإخوة، شكرا لضيفتي في حلقة الليلة من المشهد اليمني، كان معي هنا في استوديو البرنامج الأستاذ عبير بدر، إعلامية وناشطة حقوقية يمنية، ومعي أيضا من تعز مباشرة الأستاذة إشراقة المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك أستاذة إشراقة، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله في تناول آخر في زاوية أخرى من زوايا المشهد اليمني، في أمان الله.